مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة في ميدان المرموم، ينطلق أحد أشواطنا وهو الشوط العاشر في أشواط صباحي هذا اليوم، والشوط العاشر الخاص بالذلل الأصايل المهجنات التي تحمل هذه الشعارات وأسماء صالة وجالة. جميل هذا الشوط للغاية، نسير مباشرة نبحر مع المركز الأول، وهذه احترام على المركز الأول. محمد بن حماد بخرايط العامري تتصدر الذلل وتتقدمهن، تليها في المركز الثاني هواجيس، تأتي في المركز الثاني يمع بن عتيج الرميثي، يتقدم بوخليفة مع هواجيس، بينما تأتي مبشرة في المركز الثالث وسالم بن حمد بن دري الفلاحي من أحد الأسماء المرموقة والجميلة، بينما المركز الرابع كذلك شوفنا إبعاد مكتوم بن الشيب السبوسي تتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس بنلقى في المركز الخامس مشاهدي الأعزاء لعلي بن عبد الله بن سعيد اليابري، تتقدم في هذه اللحظات في هذا الاندفاع، بينما المركز السادس سادس المراكز التقدم، وشوف الحضور في هذه اللحظات، شوف اللي تقدمت ووصلت نجوى تتقدم عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري من نجوى إلى المركز السابع، صبا في المركز السابع بطيب الناصر بن حمود المالكي، المركز الثامن هذه تواجدت مشغلة لسلطان بن علي بن سلطان الاكتبي يتقدم بالهناوي على هذا الاندفاع. المركز التاسع تاسع المراكز وتواجدت العلا لخالد بن فيصل بن شريم المري، يقدم لنا العلا على المركز التاسع. والمركز العاشر نشوف اللي وصلت في هذه اللحظات وانطلقت على عاشر المراكز، محنة سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي في عاشر المراكز، هذه العشر المراكز الأولى في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة. ولكن ناهيك عن ما خلف العشر ياما من الأسماء اللي صالت وجالت، ياما من الحضور في هذا الأسبوع في ميدان المرموم. الظاهر أن استعداد للكبرى استعداد، وافتتاح 8 كيلومترات أتى بكل المشاركات بكل الشعارات الحاضرة في المرموم في منشأ الأصايل في الميدان الذكي. عوده إلى المركز الأول لازالت من البداية احترام تقود هذا السيل، تقود هذا الكم من الذلل المهجنات. ومحمد بن حماد بوخرايط العامري وهالي الهير متابعين، أهالي الهير طامعين في السلام يا بوخرايط يا بوخرايط. المركز الثاني يتقدم مكتوم بن الشيبة السبوسي أيضا بشعاره المعروف على ظهر أبعاد في المركز الثاني. المركز الثالث وهذه هواجيس يمع بن عتيج الرميثي يتقدم، أشوف هني اليابري يتقدم في هذه اللحظات.
اللي هي عربة، عربة تتقدم في هذا الاندفاع، واليابري يقدم هذا الانطلاق. علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري يقدم عربة ولا عروبة؟ هي عربة، ولكن الله حاضرين إذا سمها عروبة، عروبة يقولون. عموما على كل حال مبشرة هناك، مبشرة وسالم بن حمد أو ذياب بن سالم بن حمد بن دري يقدم مبشرة، تتقدم مبشرة اللي بشرت بالسيف في العام الماضي والناموس مع بن دري، هذه تشارك في هذا الموسم وتنطلق كذلك حاملة الآمال الكبيرة لشعاري بن دري، تخول في هذه اللحظات من قبل نجوى عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، يتقدم في هذه اللحظات راعي دريبح يتقدم بشعاره. هناك الدخول في هذه اللحظات من قبل راهية خليفة بن سلطان بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية، يتقدم على المركز السادس، المركز السابع، سابع المراكز بالأصلي مع محنة سلطان بن حمد بالأصلي الشامسي، يتقدم محنة اللي تقدمت في هذه الانطلاقات على المركز السابع، وصلوت في هذه اللحظات في هذا الانطلاق شعاري مرغم تتقدم في هذه اللحظات، وحمدان بن حمد بن راشد بن غدير يقدم أبابيل في هذا الانطلاق. يا سلام يا الشوط، يا سلام يا الأثار الحاضرة. نكمل النداء ونقول ريتال محمد بن طالب بن علي شريفي يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثامن والمركز التاسع. هذه تواجدت مشاهدينا متابعينا الكرام براقة محمد بن حمد بن سعيد المنصوري، والمركز العاشر هناك 33 هي العاشر العلا لخالد بن فيصل بن شريم المري. هذه العشر المراكز، هذا ندانا الأخير للعشر. يا سلام، ولكن إذا كانت العشر متقاربة بنتابعها بنشوف. لازلنا نقول أن خلف العشر ترقب الأسماء، ترقب الدخول. الشوط مثير جميل للغاية، استعداد باين والحضور باين من ملاك الأصايل المتعف الكبار، الأسماء اللي سجلت أسماها بحروف من ذهب بحروف من نور. مكتوم بن الشيبة السبوسي يتقدم، السبوسي ابعاد اهالي ند الشبا، ومكتوم بن الشيبة السبوسي يتقدم مع ابعاد اللي تقود الاصايل وتتقدمهن. يا سلام، بينما المركز الثاني الهجوم وارد، مبشرة من الجانب الاخر، وسالم بن حمد بن دري الفلاحي وكذلك هواجيس يمع بن عتيج الرميثي، ووصلت في هذه اللحظات أبابيل حمدان بن حمد بن غدير الواثق. يا سلام، شوف هذا التجمع، شوف هذا الشوط، ولا زالت المسافة، ولكن هناك الاثنين كيلو متر، ولا زالت اللي من طلغة، لا زالت اللي من دفعة بالمركز الأول. هناك اللي قادت الشوط احترام من البداية مسيطرة، اندفعت انطلقت وعصاها في الابطان احترام اللي سيطرت على المقدمة حتى هذه اللحظات. بخرايط محمد بن حماد، بخرايط العامري، مسيطرة منفردة الله
يحل الهير، الله يحل الهير. هذه قادة خيرة الأصايل، قادة خيرة الأصايل في هذا الشوط. المهجنات وتقدمتهن. أبو خرايط العامري يسيطر على المقدمة، بينما المركز الثاني مكتوم بن الشيب السبوسي إبعاد إبعاد. شوف اللي وصلت العلا، وصلت العلا. خالد بن فيصل بن شريم أيضا اسم لها سجل، لها مشاركات. راعي دريبح في المركز الرابع، في المركز الرابع لوحة الإعلان. الألف وميتين، الله يا الألف وميتين، الله يا. وصل بن مايد، وصل بن مايد. بخرايط لازال، بخرايط لازال في الكيل والمتر الأخير. خلاص روح، روح يا أخوي روح. احترام احترام، والله انها يرتهم، يرت الشوط، يرت الشوط. محمد بن حماد، بخرايط العامري، بخرايط العامري. أهالي الهير، أهالي الهير، مسيطرين متقدمين ولكن صامدين في رقم هذه المحاولات، صامدين رغم هذه المحاولات. والهجوم وارد، الشعارات واردة. بن مايد الواثق، بن دري شوف اللي وصلت. اعتذار عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، الدرعي الدرعي. بدت الأمور، بدت الانطلاقات، صدرت الأوامر، صدرت الأوامر. وبن مايد والدرعي قلب الأمور، الدرعي غير الأمور كلها. الدرعي الدرعي مع اعتذار، مع اعتذار. اللي بالمركز الاول عبيد بن حميد بن حمد الدرعي، في المركز الاول ابابيل، ابابيل. وكذلك تتواجد لفته، لفته وابابيل. بن مايد، بن مايد، مايد بن احمد، بن مايد الخيالي. واهالي رماح، اهالي رماح للمره الثانيه. رجل الامتار الاخيره بن مايد، بن مايد يقدم لنا لفتة الشوط في الأمتار الأخيرة. مايد بن أحمد بن مايد الخيالي، تهانينا. المركز الثاني أبابيل في المركز الثاني، ولا اعتذار عموما. المركز الثالث، المركز الرابع المطر بن محمد بن دحروي. المركز الخامس لمكتوم بن الشيب السبوسي. هكذا كانت النتيجة. بنعود إلى التوقيت الزمني لنرى هذا الأداء الجميل والتوقيت في هذا الشوط المثير اللي حمل تحديات هذا الصباح وهذه الأثار الحاضرة بالأسماء الجميلة. نزف التهنية مشاهدين العزاء من الأعماق لمايد بن أحمد بن مايد الخيالي في هذه الانطلاقة. 12 دقيقة و 42 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. هذه لفتة وسلمت على أهالي أرماح بالفوز والناموس. ناخذ المركز الثاني ونشوف الثنتين اللي ما بين أبابيل وما بين اعتذار أبابيل. توقيتها زمني 12 دقيقة 43 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. حمدان بن حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، تهانينا على الفوز بالمركز الثاني. المركز الثالث 12 دقيقة 43 ثانية، ثمانية أجزاء من الثانية. هذه اعتذار تعود ملكيتها مشاهدينا متابعين الكرام لعبيد بن حميد بن حمد الدرعي، تهانينا لجميع الفائزين.